Dallo un salle pshoi sinine ne li khin ibrani wi yatim shiyut. Elai sinimas wa thu su batir wa bant kurator. Aiz al maya hina habib. Ya abana alladhi fi samawat. Qaddas ismuka ya tim lakut taktakum mashiyatuk kama fi samaa kadhalika al ard hadat al yawm wa balak najm al shurim masah rabbana al mulk al kun. Kim bi khrisus yesus bin shois. Akhti tsamhun shlili blugiti. Irfasi etom neumati so arin shibe mutun tut beri fer bistani fer nayte vnut vi otim ben choy sum satir so z be christos ji fer eske bazin ko ne fer vaisene ro ne fer ro ne shubte ne te azun te te ne ventin shara ta yunu thai En sof on rentior fubos varero ke baikut fafeno tiron te bunon khien erin ne ven in jiv ban to kratur shoise benoti o se vexoste kriele efni shoise benoti vi ban to kratur If you ten ben shoyso ben not ben sotir so is be Christos we thank you for everything concerning everything and in everything for you have covered us helped us guarded us accepted us to yourself spared us supported us the have brought us to this hour من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الماء وعن بعوداك المقدسات لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو يا ليسون تنوش تيمي بيوت تيمي بشيريني أم بمني أم سواب تترية سواب أموسيوس Cherene moreati cherombes nesositas misinone mevnuti belogos Jesus be Christos en sov nimbu O en som benim sha a en ikhnov tatisen osten oste moften ti onay sha he el benesten arshi angelos Shereni sherubim, shereni serafim, shereni tagmatir neporaniyo, shereni ashoy senyo. Eboron tetihirini moyna anintek herini simnin anintek herini kanin novina anivol gorev. Emmanuel penuti ke enten mi titino kerbo ente beviot nem bebne ma esu ente fez moero
تنوش دمكو بخريسوس نم بكيو تنا آغاسوس نم ببن مايسو جي أباشك سوتي أمون نينا حمني الله عظيم رحمتك ومسك أسرفتك تمحى اسمي تخسرني كثيرا من اسمي وخطي طهرني لأني عارب اسمي وخطي تمام كل حين لك أحضر أخطأت وشارك قدامك خطأ وردت نؤمن أنك كذا كذا وتحق إذا وضحت لي عمد حكمتك ومستوراتي هتنضى علي بزفاف فأطهر تخسرني فأبدك في السرد تسمعني سورا فرحا اختبتا كذا من صحك اشرف فضلقا خطايا ومحكلا سامي قلبا نقيا اخذ فيها الله ورحم مسكين قدر فيها حشائي لا تطرحني من قدامها كروحك القدوسة تنزع مني امنحني باقة خلاصك ورأي رأس عضدني فأعلم الأسمة تقولكم لكم لك أرجون نجيني من الدماء يا الله يا خلاصي فأبتاج لساني بعد لك يا رب افتح صاحب القلب المنكسر المتواضع لا يرضى الله انعم رمضانك رسول الله اللي نو يا نقصان سيمو سفر التكوين لموسى النبي بركاته على جميعنا أمين. وظهر الرب لإبراهيم عند شجرة ممرة وهو جالس على باب خيمته وقت الظهيرة، فرفع عينيه ونظر وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظرهم ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد على الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة لديك فلا تتجاوز عبدك، فليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم ثم استريحوا تحت الشجرة فنأخذ خبزا وتأكلون، وبعد هذا تمضوا لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: افعل هكذا كما قلت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة وإلى سارة وقال لها: اسرعي وأعجني ثلاثة مكاييل واصنعيها خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى أبقاره وأخذ عقلا رخصا حسنا وأعطاه لغلمانه ليعملوه طعاما، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله وضعه قدامهم وأكلوا بينما كان هو واقف تحت الشجرة. وقالوا له: أين سر امرأتك؟ أما هو فأجاب قائلا: ها هي داخل الخباء. فقال: إني أرجع إليكم في هذا الزمان من العام المقبل ويقول لسر امرأتك ابن. فسمعت سر وهي عند باب الخيمة من خلفه، وكان إبراهيم وسر شيخانا متقدمان في أيامهما، وقد انقطع عن أن يقول النساء لسارة كما للنساء. فضحكت سارة في نفسها قائلة: أيكون لي هذا الآن وقد شاخ سيدي؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة في نفسها قائلة: أترى بالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الله شيئا؟ في مثل هذا الزمان أرجع إليكم في العام المقبل ويقول لسارة ابنا. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحقتي. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وعمورة، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أخفي ما أنا فاعله عن عبدي إبراهيم؟ وإبراهيم يكون أمة عظيمة وكثيرة وتتبارك به جميع أمم الأرض، لأن علمت أنه يوصي بنيه وبيته من بعده فيحفظوا طرق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يعمل الرب لإبراهيم ما تكلم به معه. فقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد قصر وخطاياهم عظيمة جدا، إني أنزل لأعرف هل صراخهم الآتي إلي قد قمل أم لا. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل واقفا أمام الرب. فاقترب إبراهيم وقال الرب: لا تهلك البار مع الأسيم، فيكون الصديق مثل المنافق. مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. A reading from the book of Proverbs. May His blessings be upon us all. Amen. Wisdom has built a house for herself and set up seven pillars. She has killed her beasts. She has mingled her wine in a bowl and prepared her table. She has sent forth her servants, calling with a loud proclamation to the feast, saying,
Whoever is foolish, let him turn aside to me. And to them that want understanding, she says, Come, eat of my bread and drink wine which I have mingled for you. Leave folly, for you may reign forever, and seek wisdom, and improve understanding by knowledge. He that reproves evil men shall get dishonor to himself. And he that rebukes an ungodly man shall disgrace himself. Rebuke not evil men, lest they should hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. Give an opportunity to a wise man, and he will be wiser. Instruct a just man, and he will receive more instruction. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the counsel of saints is understanding. As for to know the law is the character of a sound mind. For in this way you shall live long, and years of your life shall be added to you. Glory be to the Holy Trinity. Amen. من سفر الخروج لموسى النبي بركاته على جميعنا امين حينما عبر اسرائيل البحر الاحمر وداست ارجلهم البحر وانتمس اعضاءهم في العمق وانغمزت ارجل العساكر في الماء قسرا واما ارجل اسرائيل وجميع بيت يعقوب رقصت ونجوا من الهلاك وقالت هذه التسبحه فلنسبح الرب لانه بالمجد قد تمجد مجدا للثالوث القدوس الهنا وايضا من يشوع بن نون بركاته على جميعنا امين يشوع وكافة الشعب عبروا الأردن ووطأت أرجلهم الحجارة التي في المياه فتوثقت أقدامهم وأهلكوا أعداءهم مجدا للثالوث القدوس إلهنا A reading from Isaiah the prophet, may his holy blessings be with us all, amen. And in that day God shall shine gloriously in counsel on the earth, to exalt and glorify the remnant of Israel. And it shall be that the remnant left in Zion and the remnant left in Jerusalem, even all that are appointed to life in Jerusalem, shall be called holy. For the Lord shall wash away the filth of the sons and daughters of Zion, and shall purge out the blood from the midst of them, with the spirit of judgment and the spirit of burning. Glory be to the Holy Trinity. Amen. وأيضا من أشعياء النبي بركاته علينا أمين أيها العطاش اذهبوا إلى المياه ويا من ليس لهم فضة اذهبوا واشتروا لتأكلوا وتشربوا بلا فضة ولا سمن خبزا ولبنا وشحما لماذا تشترون بفضة وتعبكم لغير شبع اسمعوا لي فتأكلوا الخيرات ولتتلذذ بالدسم نفوسكم أميل أذانكم وهلموا إلي أطعوني فتحيا نفوسكم بالخيرات وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة هوذا قد جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا ومنصيا للشعوب ها أمة لا تعرفها تدعوها وأمة لا تعرفك ترقد إليك من أجل إله قدوس إسرائيل لأنه قد مجدك اطلبوا الرب وحين تجدوا ادعوه ما دام قريب منكم ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيخلصه لأنه بكثرة يغفر لكم خطاياكم لأن أفكاركم ليست كأفكاري ولا طرقكم كطرقي الرب يقول لأنه كما ناءت السموات عن الأرض هكذا ناءت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم لأنه كما إذا نزل المطر أو الثلج من السماء لا يرجع حتى يروي الأرض ويجعلها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل هكذا تكون الكلمة التي تخرج من فمي لا ترجع إلي حتى تكمل ما أريده وتقاوم طرقي وأوامري لأنكم بفرح تخرجون وترجعون لأن الجبال والأكام تنشد أمامكم ترنما وكل شجر الحقل تصفق بأغصانها عوضا عن الشوك ينبت ثروا وعوضا عن القريص يصعد آس ويكون الرب اسما علامة أبدية لا تنقطع هكذا قال الرب احفظوا الحكم واجروا العدل لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري مجدا للثالوث الأقدس أمين A reading from the prophet Ezekiel, his blessings be with us, amen. And I will sprinkle clean water upon you, and you shall be purged from all your uncleanliness, and from all your idols I will cleanse you,
And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. And I will take away the heart of stone of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you, and will cause to walk in my ordinances and keep my judgments and do them. And you shall dwell upon the land which I gave your fathers, and you shall be to my people, and I will be to you a God. And I will save you from all your uncleanliness. Glory be to the eternal Amen. And also from the prophet Ezekiel. And he brought me to the entrance of the house, and behold, water issued from under the porch eastward, for the front of the house looked eastward, and the water came down from the right side and from the south to the altar. And he brought me out by the way of the northern gate, and he led me round by the way outside to the gate of the court that looks eastward. And behold, water came down from the right side in the direction in which a man went forth opposite. And there was a measuring line in his hand, and he measured 1,000 cubits with the measure. And he passed through the water. It was the water of a fountain. And again he measured 1,000 and passed through the water, and the water was up to his thighs. And again he measured 1,000, and he passed through the water up to the loins. And he again measured 1,000, and he could not pass through, for the water rose as of a torrent which man cannot pass over. And he said to me, "Have you seen this, son of man?" Then he brought me and led me back to the brink of the river as I returned. And behold, on the brink of the river there were very many trees on the side and that side. And he said to me, "This is the water that goes forth to Galilee that lies eastward, and it is gone down to Arabia and has reached as far as to the sea, to the outlet of the water, and it shall heal the waters. And it shall come to pass that every animal of living and moving creatures, all on which the river shall come, shall live, and there shall be there very many fish, for this water shall go there, and it shall heal them. And they shall live, everything on which the river shall come shall live. Glory be to the Holy Trinity. Amen." A homily for our Holy Father, Amba Shenouda, the Archimandrite Brethren, we ought to be humbled in front of He who suffered on our behalf. We ought to fear Him who poured the water in the bowl and washed the feet of His disciples with His impeccable hands. Let us present Him with good deeds that deserve this great modesty, which He carried out for our sake. Let us repent for our sins and we commit what we committed. Because if we do not repent, we will be called in heaven as lovers of sins. What will be our hope if we are cast out of heaven, forced to face the judgment, and are rejected for our sins? We will be judged twice, not because we have sinned without knowledge, but because of what we did with knowledge was worse than what we did without knowledge. And not because we have sinned, but because we didn't repent. Why can't the sheep know the voice of the real shepherd, the life giver, and take refuge in Him? He who purchased it with His blood, took care of it, and gave Himself up for it. He who gave us His body to eat and His blood to drink, Jesus Christ, our Lord and Savior, the Son of God, who dwells in the highest forever. We conclude the homily of our Holy Father, Amba Shenouda, the Archimandrite, who enlightened our minds and our hearts, in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. One God, Amen. In ushte mo kopechrestos nem pekiotena athos nem pepnemaito ebje afashkak sotim monaina.
على البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول بركة صلواته المقدسة تكون معنا جميعا آمين. صادقة هي الكلمة ومستحق أن نقبلها بكل القول لأننا من أجل هذا نتعب ونغير لأننا توكلنا على الله الحي الذي هو مخلص كافة الناس ولا سيما المؤمنين. أوصي بهذه وعلم لا يستهن أحد بحداثتك بل كن مثالا للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الإيمان في الطهارة إلى أن أجيء أعكف على القراءة والصلاة والتعليم. لا تتوانى في هذه الموهبة التي فيك فهذه أعطيتها بالتوبة ويوضع أيدي الخصوصية هذه المناقب وكل اللي فيها لكي يكون تقدسك طاهرا لكل أحد. احتفظ بنفسك بالتعليم وداوب عليها لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك وللذين يتبعونك. لا تنتهز شيئا بل عزه كأب والأحداث كإخوة والعجائز كأمهات والحدثات كأخوات بكل طهارة. اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو أحفاد فليتعلموا أولا العبادة في بيتهم ويكرموا أباءهم الأولين لأن هذا صالح. ويقول أمام الله لكن التي هي بالحقيقة أرملة وبقيت وحيدة فقد ألقت رجاء على الله وهي لم تطلب من الطلبات والصلوات ليلا ونهارا وإنما المتنعمة فهي ماتت وهي حية. فأوصي هؤلاء الأخريات لكي يكون بغير حجة وإن كان أحد لا يهتم خصوصا بأهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. ولا تدعى أرملاء إن لم تكن أقل من 60 سنة امرأة رجل واحد ويكون مشهودا لها في أعمال صالحة وتكون قد ربت الأولاد وأضافت الغرباء وغسلت أرجل القديسين وساعدت المتضايقين واتبعت كل عمل صالح. نعمة الآب تكون معنا آباء أخوتي إلى الأبد آمين. Agios athanatos o ekeparthenu genetis eleison imes Agios o Theos Agios escheros Agios athanatos o estavrotis dimes Eleison imens Agios o Theos Agios escheros Agios athanatos o estavrotis dimes Eleison imens doxe patri Keio ke agio Nevmati kenin ke ai ke sose onason e onon amin agetrias eleison imes ilevlugite be bronzevki stansite ere neposi Oh, Master Lord Jesus Christ, our God, who said to his saintly honored disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes for thy see and your ears for thy hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Pray concerning the holy gospel. Lord have mercy.
وأيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كل، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. Σταθείτε με τα βοβοσέω, ακούσουμε το Άγιο. Εφαγγέλιο. Μαρούτην γεβίτνι ουχήν ευρώνι με πιο εισεντίνι γουμ κυρία βλούγη σουν εκ του κάτα ιουέννιν αγίου Ευαγγέλιου τον ανοσμό. Ουξάσι κύριε. أمام الله وانصتوا لسماع إنجيل المقدس فصل شريف من بشارة معلمنا يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع علمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. تنضع علي بزوفك فاطهر وتغسلني فأبيض أكثر من السلك، قلبا نقيا تخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل عيد الفصح زعلم يسوع أن ساعته قد جاءت لكي ينتقل من هذا العالم ذاهبا إلى الآب، وقد أحب خاصته الذين في العالم وحبهم إلى النهاية. وبعد العشاء إذ إبليس كان قد فرغ مما ألقى في قلب الذي يسلمه الذي هو يهوذا سمعان الإسخريوطي، فلما رأى يسوع أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج إلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منديلا وانترز واتزر به، ثم صب ماء في مغسل وابتدى يغسل أرجل تلاميذه ويمسحهما بالمنشفة التي كان مؤتزرا بها. فلما جاء إلى سمعان بطرس ليغسل رجليه قال له بطرس يا سيدي أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له إن الذي أصنعه أنا لا تعرفه أنت الآن، ولكنك تعرفه بعد ذلك. قال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا. فأجابه يسوع وقال الحق الحق أقول لك، إن لم أغسل قدميك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل يدي ورأسي أيضا. قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه. لذلك قال لستم كلكم طاهرين. فلما غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكى أيضا قال لهم أتفهمون ما قد صنعته بكم؟ أنتم تدعونني المعلم والرب وحسنا تقولون لأني أنا هو.
فإن كنت أنا ربكم ومعلمكم قد غسلت أرجلكم فأنتم أيضا يجب أن يغسل بعضكم أرجل بعض. الآن ما صنعته لكم هو مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم بعضكم ببعض. الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. والمجد لله Thank you.
Iisus Hristos en saf nimfo en tof en tof penem shaene chen o epostasis en oten oshtem moften ti olem. Λευλογητή εμπεμπρόσευ και σασίτε ειρήνη πάση ايضاً فلنسأل الله دعوة الكل ربنا ولنا مخلص الناس والمسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا ربي مرضى شعبك أدوم بالمراحم والرافات اشفيه وانزع عنه كل مرض وكل سقم روح الأمراض اطرده والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقموا معزيم المعذبون من الأرواح النجسة اعتقهم جميعا الذين في السجون والمطابق الذين في النافية والسبي المقبود عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم ساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأمس المتضايق والمغبود عليه اعطى رب رحمة أعطي راحة أعطي برود أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفرا خطايا وآثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوس نشفيها والتي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك For my our fathers and brethren who are traveling. Lord have mercy. الذين يضمرون السفر في كل مكان سهل طرق مجمعين إن كان في الأنهار أو الطرق المسلوكة أو المسافرين بكل نوع كل أحد في كل موضع ردهم يا رب إلى منى هذه إلى منى خلاص تفضل اسحبهم في الإخلاء اسحبهم في المسير ردهم إلى ذويهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك يا رب مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن أيضا غربتنا التي لنا في هذا العمر احفظها لنا بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الإنقاذ يا رب Graciously accord, O Lord, the air of the heavens, the fruits of the earth, the waters of the river, the seeds, herbs, and the plants of the field of this year. Blessed. Raise them to their measure according to your grace. Give joy to the face of the earth. May its furrows be abundantly watered and its fruits be plentiful, prepared for sowing and harvesting. Manage our life. Manage our life as deemed fit, bless the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widowed orphan, the travelers, the strangers, and for the sake of us all who entreat you and seek your holy name, for the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness, O you good. Oh, good to give food to all flesh, fill our hearts with joy and gladness, that we, to having sufficiency in everything, may always abound in every good deed. Lord, have mercy. For, O Lord, the leader of our land, your servant. Lord, have mercy. سلام وعدل والقوة ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخزي تكلم في قلبي بالسلام من أجل كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
أعطي أن يفكر في السلام فينا واسمك القدس لكي نحيا نحن جميعا في سيرة هادئة ساكنة ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك يا رب رحم. But oh Lord, the souls of your people who have fallen asleep, repose them. Lord, have mercy. Repose them in the bosom of our holy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Sustain them in a green pasture by the water of rest in the paradise of joy, the place out of which griefs or groaning have fled away in the light of your saints. Raise up their bodies also in the day which you have appointed according to true promises which are without lie. Grant them the good things of your promises, that which an eye has not seen nor ear heard, neither come upon the heart of a man, the things which you, God, have prepared for them, love your holy name. لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح محب البشر تفضل رب أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإينا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك يا رب رحم Lord have mercy. Rational altar of heaven for a savior of incense before your gatherings in the heavens through the service of your holy angel archangels as you have received the offerings of the righteous Abel, the sacrifice of our father Abraham and the two mites of the widow so also receive the thank offerings of your servant those in abundance or those in sacristy hidden or manifest those who desire to offer to you but have none and those who have offered this gift to you this very day give them the incorruptible instead of the corruptible the heavenly instead of the earthly the eternal instead of the temporal their houses and their stores fill them with every good thing surround them O Lord by the power of your angels and archangels As they have remembered your holy name on earth, remember them also, Lord, in your kingdom and in this age to leave them not to behind. Lord, have mercy. أسأل ونطلب من صلاحك محب البشر اذكر يا رب موعودي شعبك ارحمهم وثبتهم في الإيمان المستقيم بك. يا رب أقيت عبادة الأوثان انزعها من قلوبهم ناموس قصائد حقوقك أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم امنحهم أن يفهموا ثبات الكلام الذي وعظوا به وفي زمان محدود فليستحق حميم ميلاد الجديد ومغفرة الخطايا عند الله كانت لروحك القدس يا رب رحم يا
من اشتد بمنديل وستر كل عراء آدم وانعم علينا بلباس البنوة الإلهية نطلب إليك أيها المسيح إلهنا اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم for the love of mankind became man and girded yourself for the towel to cleanse us from the stains of our sins. Ask Christ our God, hear us and have mercy on us. Lord, have mercy. يا من أعد لنا طريق الحياة بواسطة غسل أرجل الرسل المختارين الأطهار نسألك المسيح لنا اسمعنا وارحمنا. يا رب ارحم. Christ our God, down the water and through your love of mankind, wash the disciples' feet. To ask you, Lord, to cry, our God, our Lord Christ, hear us and have mercy upon us. Lord, have mercy. يا من التحف بالنور كالثوب واشتد وغسل أرجل تلاميذه ومسحها نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم. Oh our God, have mercy on us according to the multitude of mercy. We entreat your goodness, O Lord our God. Hear us and have mercy upon us. Lord, have mercy. أيها المسيح إلهنا الضابط الكل الرازق المواهب الإلهية للذين يخدمون اسمك القدوس الذي ينمي ويربي ويعول الكل ويقوتهم بمحبته نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. رب رحم. Oh, you gathered the water into one course and made the limit for it above the sky. We ask, O Christ, our God, hear us and have mercy upon us. Lord, have mercy. الذي كال الماء بيده وقاس السماء بشبره والأرض كلها بقبضته نسألك أيها المسيح لهنا استجب لنا وارحمنا يا رب ارحم. Through his well made the springs into rivers and through your indefinable love to mankind had prepared all things and created everything out of nothing for our service. We ask you, Christ our God, hear us and have mercy upon us. Lord, have mercy. أيضا أيها المعطي الحق وعظم الغنى ومحبة البشر يا إله الرحمة افتقد الأرض واروها بصعود الأنهار فتثمر حسنا نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا يا رب ارحم. Let rivers be watered and fruits be plentiful through your goodness. We ask you, Christ our God, hear us and have mercy upon us. Lord, have mercy. Give joy to the face of the earth and you raise the waters of the rivers according to their measures. We ask you, O Christ our God, to hear us and have mercy upon us. Lord, have mercy. بارك إكلي للسنة بصلاحك وبقاع بلادنا املأها من الدسم ليكثر حرثها ولتبارك استثمارها نطلب إليك يا المسيح لأن استجب لنا وارحمنا يا رب ارحم. لتفرح حدود كورة بلادنا ولتتهلل الأكام بفرح من قبل صلاحك نطلب إليك يا المسيح إذا نستجب لنا وارحمنا يا رب ارحم. O Lord, save your people, bless your inheritance and visit the whole world with your loving kindness and mercy. Exalt the horn of the Christians with the power of your life-giving cross. We ask you, Lord, O Christ, our God, hear us and have mercy on us. Lord, have mercy. أعطي طمأنينة وثباتا وسلاما للممالك بصلاحك نعم لنا بالخصب ومراحمك لسائر فقراء شعبك ولتبتهج قلوبنا بطلبات أمك العذراء مريم والقديس يوحنا المعمدان وكفة أبانا الرسل قاطبة نطلب إليك يا المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. يا رب ارحمنا.
أطلب إليك يا رب اسمعنا وارحمنا كريال ليسون كريال ليسون يا رب ارحم كريال ليسون كريال ليسون ارحم كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون ارحمنا الله كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون 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 اسمعنا وارحمنا كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون Irpasi etopnevmati
أيضاً فلنسأل الله ذابت الكل أبربنا ولينا مخلصين يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر كل ربي سلامك نستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية رمبار هذه الكائنة من أقاصي المسكونة لقاسية كل شعوب القطعان باركم السلام الذي من السماء تنزل على قلوبنا جميعاً بل وسلام هذا العمر نعم علينا عمن رئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع مداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام يا مالك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا اقتنينا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس والذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعب يا رب ارحم نسأل الله ضابط كل أب ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح نسنطلب من صلاحك محب شرسك رب رئيس كهنتنا بابا المكرم الأنبا تواضروس الثاني وشركه في الخدمة الرسولية بين أسقف المكرم الأنبا سرابيو يا رب كل ناسين كثيرة وأزمنة سالمة مكمل الرئاسة الكهنوت المقدسة التي اتمنتهم عليها من قبل كرادتك المقدسة الطبوية مفصلين كلمة الحق باستقامة رعينا شعبك بطارة نبر جميع الأساقف والقمامسة والقصوص الأرثوذكسين والشمامسة سلامة والعافية في كل موضع صلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائح بخور سائر عدائهم الذين يرون والذين لا يرون نسحقهم وزلهم تحت أقدامهم سريعا أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة يا رب ارحم يا رب اجتماع يا رب ارحم بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بهم علينا والعبيدك الآتين بعدنا إلى الآبد قم أيها الرب ليتفرج جميع عدا وليهرب من قدام وجه كل مبغض اسم القدوس أما شعبه فليكونوا بالبركة إن صوفيا سبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي قد نؤمن بإله واحد الله لا يبدو أبط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مستوى لا يفجار الذي كان كل شيء من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومر من العذراء تأنسنا نؤمن بالروح القدس رب المحيين بطق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية تنجوش تيبول خايت هنتي عرستاسي سنتيني رف موت نمبيون خنتي بيون اثنين نانيوتين أبوستولو أوس أبهي أوش خني Christos apokros chena No.
شاورك سنتي قومني أقدموا على هذا الرسم رحمة السلام ذبيحة The Father, the grace of the only begotten Son, our Lord, God and Savior, Jesus Christ, and the communion and the gift of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Lift up your truly indeed it is meet and right. I praise you, exalt you, bless you, glorify you, worship you, and thank you at all times for all your works you have done for us. You alone are the true God who exists from the beginning and who formed water from his heights, who made the water in the firmament that blesses your holy name. O King of all creations, Lord Jesus Christ, we worship you, you who sits on the throne of his glory and is worshipped by all the holy power. You who are seated, stand. إن الملائكة والرؤساء الملائكة والرؤسات والسلطات والكراسي والربوات وكل الأرواح وأرواح القدام وكل الجمع الغير المحصى من القوات الملائكية هؤلاء القيام أمامك بخوف ورعدة يسبحون عظماتك إلى شرق زوروا أنت الذي يقف حولك الشيروبيم يقف حولك القوات الطوباوين الشيروبيم والسيرافيم هؤلاء يقدسونك ثلاث مرات في كل حين ونحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نسبحك نسبحك معهم ونباركك بأصوات المجد قائلي شيروبيم سيئو أشتموك نمني سيرافيم سيئو ناكبو شيبو لبقو إموز جياغيوس Agios, Agios, Kyrios, Sabaoth, Pleris, Oranos, Theigitis, Agios, Oh,
قدوس قدوس أيها الرب وقدوس أنت في كل شيء لأنك أنت الإله القدوس الحقيقي يسوع المسيح الابن بوكر كل الخليقة الكائن في مجد عظمته الذي ليس أحد يعرف كمال لاهوت الحال فيه جسديا ليس هو اختطاف ما نويت لتصير مساويا لله أبيك لكن بإرادتك وحدك أخذت شكل العبد وصرت إنسانا بالحقيقة تجسدت في بطن الغير الدانسة والدة الإله القديسة مريم أنت الذي لبست الطهارة ولم تخطئ أبدا ودفعت ذاتك إلى الصليب المقدس من أجل خلاصنا ووضعت لنا هذا المثال إذ قمت من العشاء وأخذت منديلا لاشتديت به وصبيت ماء في مغسل وابتدأت تغسل أرجل تلاميذك وتمسح بالمنديل الذي كنت متجرا به وأعطيتهم رسم المحبة وترتيب التواضع وتذكار محبتك للبشر إذ قلت لهم أنا غسلت أقدامكم معلما وربا فيجب عليكم أن يغسل بعضكم أقدام بعض مثلما صنعت بكم وكما صنعت بكم اصنعوا أنتم أيضا ببعضكم بعضا وأمرتهم بوصاياك وأوامرك إذ قلت أحب بعضكم بعضا وبهذا يعلمكم كل واحد أنكم تلاميذي إذ أحببتم بعضكم بعضا وعلمتنا نحن أيضا المحبة والوحدانية وأصلحتنا مع أبيك من جهة غسل أرجل تلاميذك ونقاوة هذا المثال الحقيقي ومن قبل تعطفك ومحبتك للبشر صنعت كمال حريتنا عندما استعظم بطرس لاهوتك وامتنع قائلا لا تخسر رجلي للأبد فسمع القضية الحقيقية إذ لم أغسل قدميك فليس لك معي نصيبا ما وبأمانته صرخ قائلا يا سيدي ليس رجلي فقط بل ويداي ورأسي قدسني بالكلية فسمع أيضا صوتك الإله الغير الكاذب إن الذي استحم لا يحتاج إلا لغسل قدمي لكنه كله نقي من أجل هذا نسأل ونطلب منك يا ربنا يسوع المسيح اجعلنا مستحقين وحل في وسطنا الآن كما كنت مع تلاميذك الرسل القديسين في ذلك الزمان الآن أيضا بارك الآن آمين هذا ليكون ماء للشفاء آمين الآن مقدسا آمين لغفران الخطايا آمين الطهارة آمين خلاصا وصحة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا آمين موهبة طاهرة آمين Love for each other and purity of the senses Amen worthy of your holy virtue teach us through your love for mankind Amen when we wash one another's feet make us worthy of the inheritance of your holy disciples Amen purify our inner man with the fruits of this mystery Amen grant us the forgiveness of our sins through the indwelling of the Holy Spirit to purify our spirits bodies
from all defilement, unrighteousness, and sin. Amen. Grant us the authority to trample upon the serpents and scorpions and every power of the enemy, and do not permit any evil overpower us, but grant us wise senses and behavior, sobriety, so that we come before you and will find compassion and mercy. بليك يا الله الحقيقي لكي ترسل علينا وعلى هذه المياه روحك القدوس الباراقليط يا قابل المياه خالق الكل يسوع المسيح ربنا الذي صلب عنا في عهد بيلاطس البنطي واعترف قائلا إني أنا هو ابن الله نؤمن أنك أنت وابن الله بالحقيقة طهر هذا الماء بقوة روح قدسك لكي يبطل القوات المضاد القاتل لنا وينتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر وكل رقية وكل عبادة الأوثان فلتهرب من هذا الماء كل قوة المضاد بعلامة صليبك المقدس يا ربنا يسوع المسيح. Bring it forth for the fourth water for healing. Amen. Water for purification. Amen. مغفرة للخطايا. Amen. حل للخلاص. Worthy of sonship that we may cry out towards your good Father and the Holy Spirit saying, Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Σωτής αμήν και το πνεύμα της σώσε ο μεταβόβο Θεό εμπροσχωμήν. Ειρήνη πάση. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الوحيد كلمت الذي قطع كل رباطات خطايا من قبل المخلص المحنة في وجه تلاميذ قدسين قبل الله مقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفرت لهم ممسكت الآن يا سيدي من قبل صلاة هار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمن في كنيستك المقدسة نفخر خطايا الأرض بتحل كل رباط ظلم نسأل من صلاحك يا محب البشر عبيدك أبا إخوتي وضعفي ولا محمير اسم مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك تعالنا كل رباطات خطايا كنا نختلف شيء بعلم بغير علم جزع قلب الفعل بالخمسة قلبك صالح محب البشر إن عملين الله مفرن خطينا باركنا طهرنا حللنا حل سر شعبك لأن من خوفك قومنا إرادتك الصالح مبارك رب يسوع المسيح ابن الله القدوس الروح القدس امين يسوع باناجيوس باتير يسوع باناجيوس يوس انتو باناجيون ابنما امين Yeah.
small.